أسعد الله أوقاتكم من منصة طرطوس التربوي. طلابنا الأعزاء، نرحب بكم طلاب اختبار الترشح، اختبار الترشح للتقدم لامتحان الشهادة السنوية الفرع العلمي. نتابع في جلستنا اليوم ما بدأناه في جلستنا الماضية معكم الموجه الاختصاصي لمادة الفيزياء والكيمياء محمد شحادة صالح. نتعرف على بعض المفاهيم الفيزيائية التي مرت معكم في كل من الصفين الأول والثانوي والثاني الثانوي. نتعرف حاليا على وحدة ما يسمى الكهرباء الساكنة. كانت هذه الوحدة قد مرت معكم بالمرحلة السابقة، ونتعرف لاحقا على بعض المفاهيم ونتوسع بها. بالبداية بالكهرباء الساكنة سوف نتعرف على مجموعة مصطلحات أو مفاهيم. المفهوم الأول، سوف نتعرف على القوة الكهربائية المتبادلة بين شحنتين نقطيتين، ومن ثم ننتقل للتعرف على مفهوم الحقل الكهربائي. بعد ذلك نتعرف على الكمون الكهربائي وفرق الكمون الكهربائي. نبدأ بالتعرف على المفهوم الأول، اللي هو عبارة عن القوة الكهربائية المتبادلة بين شحنتين نقطيتين في الخلاء، أو ما يسمى قانون كولوم. تعطى العبارة الرياضية للقوة الكهربائية المتبادلة بين شحنتين نقطيتين بالعلاقة F تساوي K ضرب Q1 Q2 على D مربع. ما هي دلالات هذه الرموز في ما يسمى قانون كولوم؟ F تمثل شدة القوة الكهربائية المتبادلة بين الشحنتين الكهربائيتين، واحدتها في الجملة الدولية هي عبارة عن نيوتن. أما Q1 Q2 عبارة عن القيمة الجبرية لكل من الشحنة الأولى والشحنة الثانية التي تنشأ عنهما القوة الكهربائية السابقة. واحدة كل منهما في الجملة الدولية هي الكولوم. في حين دي هو البعد الفاصل بين الشحنتين، واحدته في الجملة الدولية هو عبارة عن المتر. في حين كي هو عبارة عن ثابت التناسب، أو ما يسمى ثابت كولوم. تتعلق قيمة هذا الثابت واحد بالواحدات المستخدمة، اثنين بالوسط العازل الفاصل بين شحنتين. قيمة هذا الثابت في الجملة الدولية كي تساوي 9 ضرب 10 أس زائد 9. واحدة هذا الثابت في الجملة الدولية هي عبارة عن نيوتن متر مربع كولوم ناقص 2. بالنسبة للقوة المتبادلة بين شحنتين نقطيتين، يمكن أن نميز نوعين من الأفعال المتبادلة بين هاتين القوتين. إذا كانت Q1 Q2 متماثلتين بالشحنة، سواء شحنتين سالبتين أو شحنتين متماثلتين، فإن طبيعة قوة المتبادلة بينهما هي عبارة عن قوة تنافرية. وإذا كانت كل من Q1 و Q2 مختلفتين بالشحنة، أي أن إحداهما ذات شحنة سالبة والأخرى ذات شحنة موجبة، فإن القوة المتبادلة بينهما عبارة عن قوة تجاذبية. ملاحظة هنا، في بعض الأحيان تعطى قيمة شحنة بالميكرو كولوم للتحويل من هذه الواحدة إلى الواحدة في الجملة الدولية. نضرب القيمة المعطاة بالميكرو كولوم بعشرة أس ناقص ستة، في حين إذا أعطي البعد بالسنتيمتر فإن أيضا سوف نقوم بتحويل هذه القيمة إلى الجملة الدولية. نضرب القيمة المعطاة بعشرة أس ناقص اثنين. ننتقل بعد ذلك إلى المفهوم الآخر، اللي هو عبارة عن شدة الحقل الكهربائي المتولد عن شحنة Q. تعطى شدة الحقل الكهربائي المتولد عن شحنة Q بالعلاقة التالية: E تساوي K كما ذكرنا سابقا، اللي هو ثابت كولوم، ضرب Q الشحنة المولدة للحقل الكهربائي على D مربع، حيث D بعد مكان النقطة المراد حساب شدة الحقل الكهربائي عندها عن مكان تموضع الشحنة Q. هناك علاقة بين المفهوم الأول، اللي هو القوة الكهربائية
والحقل الكهربائي المتولد عن شحنة. هذه العلاقة تعطى بالشكل التالي: E تساوي F على Q فتحة، حيث Q تمثل ميزة مولدة للحقل، كما ذكرنا سابقا تقدر بالجملة الدولية بواحدة هي الكولوم. أما Q فتحة هي الشحنة المتأثرة ضمن الحقل الكهربائي، وتقدر أيضا بالجملة الدولية بواحدة هي الكولوم. في حين كما أيضا ذكرنا D هو عبارة عن بعد النقطة المعتبرة عن مكان وجود الشحنة Q المولدة للحقل الكهربائي، وتقدر D بالجملة الدولية بواحدة هي عبارة عن المتر. F ذكرنا سابقا هي عبارة عن شدة القوة الكهربائية المؤثرة في الشحنة Q فتحة، وقد تكون هذه القوة كما ذكرنا قد تكون قوة تجاذبية وقد تكون قوة تنافرية. في حين E عبارة عن شدة الحقل الكهربائي المتولد في نقطة D تبعد عن بعدها عن الشحنة Q، اللي هي عبارة عن الشحنة المولدة للحقل الكهربائي، ويقدر أو تقدر شدة الحقل الكهربائي بواحدتين، إما نيوتن كولوم ناقص واحد، استنتجت من خلال العلاقة بين E و F. F بالجملة الدولية كما ذكرنا نيوتن، Q فتحة بالكولوم، طلعنا الكولوم على البسط، غيرنا إشارة الأس، عندئذ واحدة الحقل الكهربائي نيوتن كولوم ناقص واحد. أو نتعرف على واحد أخرى اللي هي فولت متر ناقص واحد. ننتقل بعد ذلك إلى التعرف على خطوط قوة الحقل الكهربائي. هلا مثل ما ذكرنا سابقا يمكن أن تكون الشحنة موجبة ويمكن أن تكون الشحنة سالبة. خطوط قوة الحقل الكهربائي تكون متجهة نحو خارج الشحنة أو مبتعدة عن الشحنة إذا كانت الشحنة موجبة، وفي حال كانت الشحنة سالبة فإن خطوط قوة الحقل تكون متجهة نحوها. ننتقل إلى المفهوم الثالث من المفاهيم بدنا نتعرف عليها حاليا، اللي هو عبارة عن الكمول الكهربائي في نقطة من حقل كهربائي. تعطى عبارة الكمول الكهربائي في نقطة من حقل كهربائي متولد عن شحنة Q بالعلاقة V تساوي K ضرب Q على D. منلاحظ من خلال هذه العلاقة أيضا K هو ثابت تناسب أو ما يسمى ثابت كولوم. من خلال العلاقة نلاحظ أن الكمول الكهربائي المتولد عن شحنة كهربائية Q يتناسب طردا مع قيمة هذه الشحنة، اثنين عكسا مع بعد النقطة المراد حساب عندها شدة قيمة الكمول الكهربائي المتولد عن هذه الشحنة. في حين العلاقة بين الكمون وشدة الحقل الكهربائي المتولد عن شحنة نقاطية في نقطة ما، العلاقة بينهما هي عبارة عن E تساوي V على D. ومن خلال العلاقة هذه استنتجنا واحدة شدة الحقل الكهربائي الثانية اللي هي عبارة عن فولت، ودي بالمتر طلعنا المتر على البسط، عندئذ أصبحت واحدة E الواحدة الثانية اللي هي فولت متر ناقص واحد. يرتبط الكمون الكهربائي الناتج عن شحنة نقاطية مع شدة الحقل الكهربائي في نقطة منه بالعلاقة كما ذكرناها سابقا E تساوي V على D. في حين الكمول الكهربائي أيضا ذكرناه V تساوي K في Q على D. الكمون ملاحظة هون مقدار جبري، أي أن الكمول الكهربائي المتولد أو الناجم عن عدة شحنات نقاطية يساوي إلى المجموع الجبري للكمونات المتولدة عن كل شحنة منفردة، أي أن V الكلي المتولد عن عدة شحنات فيساوي V1 زائد V2 زائد V3 زائد نقاط مهما كان عدد الشحنات الكهربائية. في حين العلاقة بين شدة الحقل الكهربائي وفرق الكمون، وفرق الكمون علاقة مهمة لاحقا بدها تمر بالمراحل المتقدمة بين قوسين بأثناء دراستكم لمادة الفيزياء بالثالث الثانوي العلمي. E تساوي UAB. UAB هو عبارة عن فرق الكمون بين نقطتين، النقطة الأولى A والنقطة الثانية B.
على دي ويساوي في أ ناقص في بي على دي. في الشكل بنكون انتهينا من الكهرباء الساكني. ننتقل إلى التعرف على التيار الكهربائي المستمر. بالنسبة للتيار هناك مجموعة قوانين لابد من طالب الذي سوف يتقدم لامتحان الشهادة الثانوية أن يكون ملما بهذه القوانين. القانون الأول مر معكم أيضا بالمرحلة الثانية من التعليم الأساسي اللي هو قانون جمع المقاومات. بالنسبة لجمع المقاومات ممكن جمع المقاومات إما على التفرع أو على التسلسل. بالنسبة لقانون جمع المقاومات على التفرع واحد على RQ. RQ هي عبارة عن مقاومة مكافئة لعدة مقاومات موصولة مع بعضها البعض على التفرع. واحد على RQ تساوي واحد على R1 زائد واحد على R2 زائد واحد على R3. حالة خاصة إذا كانت المقاومات متماثلة وموصولة على التفرع وعدد هذه المقاومات هو عبارة عن N، فإن RAQ المقاومة المكافئة تساوي R1 اللي هي عبارة عن مقاومة قيمة مقاومة أي مقاومة موجودة في الدارة على اعتبار المقاومات متماثلة. RQ تساوي R1 على N. هي بالنسبة لقانون جمع المقاومات على التفرع. ملاحظة أيضا ممكن من خلال مقارنة إذا كانت المقاومات متماثلة من خلال مقارنة قيمة المقاومة المكافئة مع قيمة إحدى المقاومات الموجودة في الدارة أن نستنتج طريقة ضم المقاومات. ويعني في حال كانت RQ أصغر من قيمة أي مقاومة موجودة في الدارة فإن طريقة ضم المقاومات يكون على التفرع. ننتقل إلى الطريقة الثانية من وصل المقاومات اللي هو وصل المقاومات في الدارة الكهربائية على التسلسل. في حال كان لدينا عدة مقاومات قيمة كل منها R1 R2 R3 ونريد جمع هذه المقاومات مع بعضها على التسلسل، عندئذ RQ المقاومة المكافئة لهذه المقاومات يساوي مجموع قيم هذه المقاومات الموصولة مع بعضها البعض كما ذكرنا على التسلسل. وننتقل أيضا هناك حالة خاصة إذا كانت المقاومات متماثلة قيمة كل منها R1 فإن RQ تساوي N في R1. وأيضا هنا من خلال مقارنة المقاومة المكافئة مع قيمة أي مقاومة موجودة في الدارة، في حال كانت RQ أكبر من قيمة أي مقاومة موجودة في الدارة فإن وصل المقاومات يكون على التسلسل. في حين تعطى شدة التيار الكهربائي المار في دارة كهربائية بالعلاقة I تساوي Q على دلتا T. Q هي عبارة عن كمية الكهرباء. Q تساوي I في دلتا كما ذكرنا سابقا Q وحتى بالجملة الدولية كولوم، في حين I بالجملة الدولية يقدر بالمتر شدة التيار دلتا T بالثانية. أيضا من خلال العلاقة التالية ممكن أن نحسب قيمة الشحنة الكهربائية أو قيمة كمية الكهرباء المرة في دائرة كهربائية بداية عدد الإلكترونات. Q تساوي N ضرب E حيث N عدد الإلكترونات وإيه هي الشحنة الكهربائية، هي الشحنة شحنة الإلكترونات وقيمتها 1.6 ضرب 10 أس ناقص 19 تعطى ضمن المسألة وهي عبارة عن ثابت. N عدد الإلكترونات الحرة إيه القيمة المطلقة، ومثل ما ذكرنا قيمة الشحنة القيمة المطلقة لشحنة الإلكترون 1.6 ضرب 10 أس ناقص 19 كولوم وهي عبارة عن ثابت تعطى في حال يراد استخدامها في حل المسألة أو في حل أي سؤال تعطى قيمة هذه الشحنة. بالنسبة للجزء الأخير من القسم اللي هو الكهرباء بدنا نتعرف على قانون كيرشوف الأول وقانون كيرشوف الثاني. القانون الأول ينص على أنه مجموع التيارات الكهربائية داخل عقد في دارة كهربائية
يساوي مجموع التيارات الكهربائية الخارجية منها، أو بشكل آخر مجموع التيارات الداخلي والخارجي إلى نقطة ما من دائرة كهربائية، اللي هي عبارة عن ما يسمى بالعقدة سيجما آي تساوي الصفر. في حين القانون الثاني لكيرشوف يعطى بالشكل التالي: سيجما إي مجموع القوى المحركة الكهربائية تساوي إلى جداء آر قيمة مقاومة ضرب آي شدة التيار الكهربائي. هاي بالنسبة لكل من قانون كيرشوف الأول وقانون كيرشوف الثاني. مفهوم مهم أيضا ننتقل للتعرف عليه، اللي هو عبارة عن كمية حركة جملة مادية أو ما يسمى نقطة مادية. سواء كان الجسم عبارة عن نقطة مادية أو جملة مادية، تعطى عبارة كمية حركة سواء النقطة المادية أو الجملة المادية بالعبارة M B تساوي M ضرب V، حيث M هي كتلة النقطة أو الجملة المادية، V سرعة النقطة أو الجملة المادية. إذا أخذنا مثال كتطبيق مباشر عن قانون كمية حركة جملة مادية أو نقطة مادية، تتحرك كرة كتلتها M1 تساوي 2 كيلوغرام بسرعة ثابتة، قيمة هذه السرعة V تساوي 4 متر ثانية ناقص 1. عندئذ كمية حركة هذه الكرة بالتعويض العددي بالعلاقة V تساوي M ضرب V، M عبارة عن 2 وV 4، 2 ضرب 4 يساوي 8. واحدة كمية الحركة هي عبارة عن جداء واحدات الحدود الموجودة في الطرف الثاني من العلاقة، حيث M مثل ما ذكر سابقا تقدر بالكيلوغرام، V متر ثانية ناقص 1. عندئذ واحدة كمية حركة نقطة أو جملة مادية عبارة عن كيلوغرام متر ثانية ناقص 1. ننتقل إلى التعرف على مفهوم، اللي هو عبارة عن مفهوم الصدم. هناك نوعين من الصدم، أحد النوعين هو عبارة عن ما يسمى الصدم اللين أو ما يسمى الصدم تام الليوني. في هذا النوع من الصدم تلتحم الأجسام المتصادمة مع بعضها البعض ويصبح لها نفس السرعة، وتكون كمية الحركة عندئذ بالجملة مصونة، أي أن كمية حركة جملة قبل الصدم يساوي كمية حركة جملة بعيدة الصدم. ولكن ما يميز هذا الصدم بأن الطاقة الحركية غير مصونة، أي أن الطاقة الحركية للجملة قبل عملية الصدم لا تساوي الطاقة الحركية لبعيدة الصدم. إذا أخذنا مثال تسير سيارة A بسرعة ثابتة، قيمة هذه السرعة التي تتحرك فيها السيارة الأولى 2 متر ثانية ناقص 1 على طريق مستقيمة أفقية، إذ بسيارة B تقوم بصدمها من الخلف وتلتحم السيارتين معا لتصبح عندئذ سرعة الجملة بعيدة الصدم مباشرة 4 متر ثانية ناقص 1. عندئذ انه السيارتين التحموا مع بعضهم البعض، بالتالي السيارتان تشكلان جملة واحدة كتلتها عبارة عن كتلة السيارة الأولى زائد كتلة السيارة الثانية، علما أن كتلة السيارة الأولى MA 1000 كيلوغرام، MB يساوي 3000 كيلوغرام. مطلوب أوجد سرعة الجملة بعيدة أو أوجد سرعة السيارة الأولى قبل الصدم. كمية الحركة قبل الصدم يساوي كمية الحركة بعد الصدم. كمية الحركة للسيارة الأولى زائد كمية الحركة للسيارة الثانية يساوي كمية الحركة للجملة بعيدة الصدم. كمية الحركة للسيارة الأولى هي عبارة عن M A ضرب V A زائد M B ضرب V B يساوي M A زائد M B ضرب V فتحة. بالتعويض العددي
الطاقة يبقى مجهول لدينا V وهو عبارة عن سرعة السيارة الثانية قبل بعزل العلاقة وإيجاد قيمة VB نستنتج أن قيمة VB تساوي قيمة ما. ننتقل إلى الحركة الثانية درسنا سابقا بالجلسة الأولى الحركة المستقيمة بنوعيها سواء حركة مستقيمة منتظمة أو حركة مستقيمة متغيرة بانتظام. ننتقل لدراسة النوع الثاني من الحركة حسب نوع المسار اللي هو عبارة عن ما يسمى بالحركة الدائرية. نتعرف على المصطلح الأول الدائرية عبارة عن السرعة الزاوية أوميجا أفريج تعطى بالعلاقة أوميجا أفريج يساوي دلتا تيتا. دلتا تيتا هو عبارة عن مقدار التغير الذي طرى على ما يسمى الفاصلة الزاوية على دلتا تي وتساوي إلى تيتا 2 ناقص تيتا 1 على تي 2 ناقص تي 1. تقدر أوميجا أفريج أو أوميجا اللحظية بالجملة الدولية بواحد هي عبارة عن راديان ساي ناقص 1. أما عبارة التسارع الزاوي الوسطي ألفا أفريج فيعطى بالعلاقة ألفا أفريج يساوي أوميجا 2 ناقص أوميجا 1 على تي 2 ناقص تي 1 أو نسبة بين مقدار التغير على أوميجا وذلك خلال فاصل الزمني اللي هو عبارة عن دلتا تي أي ألفا أفريج يساوي دلتا أوميجا على دلتا تي. كل من السرعة الزاوية الوسطى والتسارع الزاوي الوسطي يتناهى كل منهما إلى القيمة الآنية سواء للسرعة الزاوية أو للتسارع الوسطي ولكن عندما يتحقق أن دلتا تي يسعى للصفر أي يصبح الفاصل الزمني بين اللحظة الأولى واللحظة الثانية صغير جدا قريب جدا من الصفر ولكن لا يساوي الصفر تماما. بالنسبة للتسارع الزاوي الآني هو عبارة عن ليميتد نهاية التسارع الزاوي الوسطي ولكن عندما دلتا تي تسعى أو تتناهى للصفر أي أن ألفا يساوي ليميتد دلتا أوميجا على دلتا تي عندما دلتا تي تسعى للصفر. نهاية دلتا أوميجا هو عبارة عن دي أوميجا على دي تي والدي هو عبارة عن تغير عنصري أو تغير صغير والتغير العنصري لأي مقدار هو عبارة عن مشتق هذا المقدار بالنسبة للزمن أي بالنهاية ألفا يساوي المشتق الأول لأوميجا السرعة الزاوية خلال بدلالة الزمن وأيضا ألفا تساوي المشتق الثاني للفاصلة الزاوية بالنسبة للزمن أي بالنسبة للسرعة الوسطى والسرعة الزاوية الآنية أيضا التسارع الزاوي الوسطي والتسارع الزاوي الآني. ننتقل بعد ذلك إلى الملاحظات التالية. التسارع الزاوي مقدار شعاعي محمول على محور الدوران. 2 جهة شعاع التسارع الزاوي بجهة أوميجا شعاع السرعة الزاوية إذا كانت الحركة متسارعة أو بين قوسين إذا كان دي أوميجا على دي تي أكبر من صفر. 2 بعكس جهة أوميجا إذا كانت الحركة متباطئة أي أن دلتا أوميجا أصغر من القيمة الصفر. لشعاع التسارع بالحركة الدائرية مركبتين. إذا أخذنا الشكل التالي نقطة مادية تتحرك نقطة مادية ولتكن M تتحرك حركة دائرية. لشعاع التسارع لهذه النقطة مركبتين. في النقطة المعتبرة إذا رسمنا كل من الناظم والمماس. المماس هو مرسوم على المسار في النقطة المعتبرة. بإسقاط شعاع التسارع للنقطة المادية على كل من المماس والناظم نحصل على مركبتين لشعاع التسارع. إحدى المركبتين تكون محمولة على المماس المرسوم على المسار في النقطة المعتبرة وتسمى هذه المركبة بالمركبة المماسية يرمز لها آتي وتساوي جبريا دي في على
دي تي بين قوسين في فتحة تي مشتق السرعة الخطية بالنسبة للزمن. المركب المماسية تعبر تكون محمولة على المماس وتعبر من خلال علاقة عن تغير في تغير القيمة الجبرية لشعاع السرعة بتغير الزمن. في حين إذا أسقطنا شعاع التسارع على الناظم المرسوم على المماس في النقطة المعتبرة نحصل على المركب الثانية اللي هي مثل ما ذكرنا محمولة على الناظم وتدعى المركبة الناظمية أو تسارع الناظمي آسي محمول على الناظم في المرسوم على المماس في النقطة M. تعبر هذه المركبة أو هذا التسارع عن تغير حامل شعاع السرعة بتغير الزمن وتعطى القيمة الجبرية لهذا التسارع بالعلاقة AC تساوي V مربع. إذا أخذنا حالة خاصة للحركة الدائرية اللي هي الحركة الدائرية المنتظمة وذكرنا مفهوم منتظمة تكون الحركة منتظمة بشكل عام إذا كانت سرعة المتحرك سواء وفق مسار مستقيم أو مسار دائري إذا كانت سرعة ثابتة. وبالتالي إذا عدنا إلى المركبة المماسية AT تساوي DV على DT أو V فتحة T مشتق السرعة بالنسبة السرعة الخطية بالنسبة للزمن. بما أنه في الحركة الدائرية المنتظمة السرعة ثابتة عند إذن مشتق أي مقدار ثابت هو صفر وبالتالي AT يساوي V فتحة T يساوي صفر وبالتالي التسارع المماسي في الحركة الدائرية المنتظمة يكون معدوم في حين التسارع الناظمي اللي هو عبارة عن AC يساوي V مربع على R لا يساوي صفر. وهذا ما يميز الحركة الدائرية المنتظمة بأن تسارع هذه الحركة هو عبارة عن تسارع ناظمي فقط أي أن A يساوي AC. ممكن نأخذ حالة خاصة متى ينعدم AC؟ ينعدم بحالتين إذا كانت V معدومة وهذه الحالة هي حالة السكون والحالة الثانية هي R عندما يسعى للانهاية وبالتالي ممكن نعتبر أنه بهالحالة الحركة أصبحت حركة مستقيمة. يعني إذا أخذنا دائرة نصف قطرة يسعى للانهاية إذا أخذنا جزء صغير من هذه من مسار الدائرة أو محيط الدائرة بشكل تقريبي ممكن نعتبره له شكل مستقيم وبالتالي عند إذن يمكن أن تنعدم المركب الثاني للتسارع اللي هي عبارة عن التسارع الناظم. أيضا مفاهيم مهمة بالحركة الدائرية للصف السادس الثانوي العلمي اللي هو الدور والتواتر. إذا أخذنا نقطة مادية تتحرك حركة دائرية أو متحرك يتحرك وفق مسار دائري عندما يقوم هذا المتحرك بإنجاز دورة واحدة وفق المسار الدائري يكون قد استغرق زمن. هذا الزمن يسمى اصطلاحا بالدور وبالتالي الدور هو الزمن لازم لإنجاز المتحرك أو إذا كانت جسم حركته اهتزازية لاحقا تتعرفوا على الحركة الاهتزازية لاحقا لإنجاز دورة واحدة أو هزة واحدة. واحدة قياسية في الجملة الدولية هي عبارة عن ثانية بما أنه الدور هو عبارة عن زمن. اثنين أما عدد الدورات التي ينجزها المتحرك أو عدد الهزات التي ينجزها المتحرك خلال واحدة الزمن هو عبارة عن مصطلح ثاني مهم جدا أيضا اللي هو عبارة عن التواتر. واحدة قياسية في الجملة الدولية هي عبارة عن الهرتز. التسارع الزاوي بالحركة الدائرية مثل ما ذكرنا معدوم. التسارع المماسي معدوم. آتي يساوي الصفر. أما التسارع الناظمي AC يساوي V مربع على R أو إذا عوضنا عن V بعلاقة تربط بين السرعة الخطية والسرعة الزاوية حيث V يساوي أوميجا في R. إذا عوضنا عن V بأوميجا بR وربعناه اختصرنا R بالمقام مع مربع R بالبسط عندئذ يمكن حساب التسارع الناظمي إما من خلال علاقة V مربع مربع السرعة الخطية على R اللي هو نصف قطر المسار أو جداء مربع السرعة الزاوية ضرب R اللي هو نصف قطر المسار
ويوصف التسارع بأنه تسارع جاذب مركزي يجذب الجسم نحو مركز المسار. العلاقة بين دور والتواتر هي F تساوي التواتر يساوي مقلوب الدور، وبالتالي من خلال العلاقة ممكن نستنتج قيمة التواتر قيمة الدور بداية التواتر T تساوي 1 على F. كما ذكرنا أيضا علاقة مهمة جدا لاحقا هي العلاقة بين السرعة الخطية والسرعة الزاوية، مثل ما ذكرنا V تساوي أوميجا بR. أوميجا هي عبارة عن 2 بي على T، وإذا عوضنا عن T بداية التواتر T تساوي 1 على F، عند إذن أوميجا تساوي إلى 2 بي ضرب F. هي بالنسبة لعلاقة العلاقة بين V وأوميجا، والعلاقة التي من خلالها يمكن حساب قيمة السرعة الزاوية إما بداية الدور أو بداية التواتر. إذا أخذنا مثال، نربط كرة صغيرة كتلتها 100 غرام بطرف خيط مهمل الكتلة عديم امتطاط طوله 40 سنتيمتر. بهالحالة طول الخيط ممكن نعتبره هو عبارة عن R عندما نقوم بتدوير الكرة، وبالتالي عند تدوير الكرة فإن الكرة ترسم مسارا دائريا وتكون عندئذ حركتها دائرية. نقوم بتدوير بسرعة زاوية ثابتة، أي أن حركة الكرة هي حركة دائرية منتظمة تقابل دورتين في الثانية. مثل ما ذكرنا من خلال هذه العبارة ممكن نحسب التواتر، نستنتج قيمة التواتر اللي هو عرفناه بأنه عدد الدورات التي ينجزها المتحرك في الثانية واحدة. بما أن الكرة تنجز دورتين في الثانية فأن قيمة الدورتين في الثانية تمثل تواتر الكرة، والمطلوب حساب 1 السرعة الزاوية أوميجا، 2 السرعة الخطية الكرة. الطلب الثاني احسب شدة القوة الجاذبة المركزية، ونعتبر في جميع المسائل أنه 4 بي تساوي 12.5 أو بي مربع تساوي 10. بالنسبة لحساب السرعة الزاوية مثل ما ذكرنا، إما حسب معطيات المسألة، معطيات المسألة استنتجنا قيمة التواتر اللي هو ذكرناه إنه 2 عدد دورات في الثانية واحدة اللي هو عبارة عن 2 دورة بالثانية الواحدة، وبالتالي هذه القيمة تعبر أو تمثل التواتر. أوميجا تساوي 2 بي إف، 2 بي ضرب 2 يساوي 4 بي راديان ساين ناقص 1. ممكن نترك الجواب دائما بداية بي بقيمة بي، إذ أي جواب بداية بي يترك بداية بي، في حين بي مربع ممكن يكون على الأغلب بيكون كاتب لي إياه ملاحظة إنه بي مربع يساوي 10. ننتقل لحساب المقدار الثاني اللي هو السرعة الخطية. مثل ما ذكرنا في علاقة بين في وأوميجا، هذه العلاقة تعطى بالشكل V تساوي أوميجا ضرب R. أوميجا حسبناها بالجزء الأول من الطلب اللي هو عبارة عن 4 بي راديان ساين ناقص 1، و R مثل ما ذكرنا عبارة عن طول الخيط المربوط إليه بنهايته الكرة 40 سنتيمتر. منحول إلى الجملة الدولية نضرب بعشرة أس ناقص 2، عند إذن V تساوي 4 بي ضرب 40 ضرب 10 أس ناقص 2، ويد العددي وحساب قيمة الجواب بيطلع معي 1.6 بي متر ثانية ناقص 1 متر ثانية ناقص 1. الطلب الثاني حساب التسارع، تسارع حركة الكرة. حركة الكرة حركتها، وبالتالي تسارع حركة الكرة هو عبارة عن ناظمي A سيساوي V مربع على R أو أوميجا مربع بR، بأنه V مع حاسبة أوميجا حاسبة. لذلك ممكن استخدم إما العلاقة بداية السرعة الخطية أو العلاقة الثانية بداية السرعة الزاوية. V مربع 16 ضرب 10 أس ناقص 1 B للتربيع على R 4 ضرب 10 أس ناقص 1 اللي هي 40 ضرب 10 أس ناقص 2. 16 للتربيع 64 مع الأربعة
او اذا 16 لسوره العمليات الحسابيه 16 التربيع هي عباره عن 16 ضرب 16. 16 الاولى يتم اختصارها مع الاربعه بضل 4، 4 ضرب 16 64، بمربع 10، 10 و10 اس ناقص 2، 10 اس ناقص 1، طلعنا ال10 اس ناقص 1 على البسط اصبحت 10 اس ناقص 2. في حين الطالب الاخير هو حساب القوة الجاذبة المركزية. الجاذبة المركزية تعطى بالعلاقة اف سي تساوي ام ا سي، ام كتلة الكرة 100 غرام تحول الى الجملة الدولية اللي هي 10 نضربها ب 10 اس ناقص 3 ضرب ا سي اللي طلعت معنا هون 64، وبالتالي ال 100 مع 10 اس ناقص 3 10 اس ناقص 1 ضرب 64 يساوي 6.4. كما ذكرنا سابقا واحدة اف بالجملة الدولية هي النيوتن. ننتقل الى التعرف على مفهوم التحريك الدوراني. عندما نأخذ ساق ونعلقه بالسلك، نعلق السلك من طرفه العلوي الى نقطة ما، نقوم بإزاحة الساق بعد توازنها بزاوية معينة ضمن مستوي افقي. تنشأ عندئذ في سلك الفتل مزدوجة، هذه المزدوجة تعمل على إعادة الساق إلى وضع توازنها. هذه المزدوجة تسمى مزدوجة فتل إتا. يتناسب عزم هذه المزدوجة اللي هي عبارة عن مزدوجة فتل جاما إتا، يتناسب طردا مع زاوية الفتل تتا ولكن يعاكسها بالإشارة. علاقة عزم هذه المزدوجة يعطى بالعلاقة جاما إتا يساوي ناقص كي في تتا. مثل ما ذكرنا سابقا هي زاوية الفتل، في حين كي هو عبارة عن ثابت يتميز به السلك يدعى ثابت فتل سلك التعليق. ممكن ان نستنتج واحدة هذا الثابت من خلال علاقة بعزل كي، كي تساوي جمع على تتا بغض النظر عن الاشارة. جمع واحدة العزم بالجملة الدولية عبارة عن متر نيوتن، تتا بالمقام وحتى راديان، طلعنا واحدة الراديان للبسط عندئذ واحدة كي ثابت فتل سلك التعليق بالجملة الدولية متر نيوتن راديان ناقص 1. مفهوم مهم ايضا اللي هو عزم عطاء نقطة مادية. اذا اخذنا جسم ما او سواء كان نقطة مادية او جملة مادية، من خلال دراسة تجريبية تبين انه عزم عطاء نقطة مادية، عزم العطالة يقابل ما يسمى كتلة الجسم بالحركة الانسحابية، وكلاهما يمثل ممانعة الجسم، بحيث M ممانعة الجسم يتحرك حركة انسحابية، أما المقابل له في الحركة الدورانية هو عبارة عن عزم العطالة. لذلك عزم عطالة نقطة مادية حول محور دوران ثابت اصطلاحا يرمز له بدلتا يتناسب طردا مع كتلة النقطة المادية M ومع مربع بعدها عن محور دوران اللي هو R. R دائما تمثل بعد مكان وجود النقطة عن محور الدوران أو الجسم. ومن هنا من خلال العوامل التي يتوقف عليها عزم عطالة والعلاقة بين عزم عطالة وكل منهما، يمكن أن نكتب قانون عزم عطالة نقطة مادية بالعلاقة I دلتا تساوي M R مربع، حيث M مثل ما ذكرنا كتلة النقطة المادية، في حين R تمثل بعد النقطة المادية عن محور الدوران. M تقاس بالجملة الدولية بالكيلوغرام، R بالمتر، R للتربيع متر مربع. عندئذ عزم عطاء أي جسم سواء نقطة مادية أو أي جسم أيا كان شكل الجسم يقدر في الجملة الدولية بواحدة هي عبارة عن كيلوغرام متر مربع. نظرية هايجنز نظرية مهمة جدا يعبر عنها رياضيا. قبل ما نذكر عبارة رياضية يمكن أن نذكر مثال. إذا أخذنا ساق أو مسطرة متجانسة مركز عطاتها يقع في منتصفها، علقنا هذه المسطرة إلى نقطة بحيث هذه النقطة واقعة في طرف الساق العلوي، بعد توازنها حرفنا الساق عن وضع توازنها وتركناها تهتز.
عندئذ بالحالة الساق أو المسطرة تهتز حول محور يمر من نقطة O ولكن لا تنطبق على C، حيث C هو عبارة عن مركز العطاء. عندئذ لحساب عزم عطاء هذه الساق أو أيا كان الجسم، إذا كان يهتز حول محور يمر من نقطة O لا تنطبق على C مركز العطالة، لحساب عزم عطاءته يجب تطبيق ما يسمى نظرية هايجنز. العبارة الرياضية لهذه النظرية I دلتا فتحة، دلتا فتحة هو المحور يمر من O يساوي I دلتا C، عزم عطالة الساق حول محور يمر من نقطة O لا تنطبق على C يساوي عزم عطاء هذا الجسم I دلتا C حول محور مار من C مضافة إليه جداء كتلة جسم بمربع البعد بين المحورين، مربع البعد بين المحورين. من خلال معطيات المسألة ممكن نستنتج هذا البعد. أما I دلتا C عزم عطالة للجسم حول محور C فيعطى ضمن نص المسألة، ولاحقا بده يمر معكم حالتين، إما ساق متجانسة طولة L أو قرص نصف قطره R. إذا أخذنا أمثلة عن هذه النظرية، المثال الأول استنتج بالرموز العلاقة المحددة لعزم عطاء ساق متجانس طولة 1 متر كتلة هذا الساق 1.2 كيلو غرام. إذا فرضنا أن الساق تهتز حول محور يمر من نهايتها العلوية وعمودي عليها، إذا علمت أن عزم عطاء الساق حول محور مار من منتصفها، أي أن I دلتا C للساق 1/12 M المربع، ثم أحسب قيمة عزم عطاء للساق حول المحور دلتا الذي يمر من الساق من النقطة O التي تبعد عن C مثل ما ذكرنا اصطلاحا مسافة D. بالنسبة لجسم متجانس مركز عطاءته يقع في منتصفه، أو المحور دلتا يمر من طرف الساق، عندئذ يمكن من خلال هذه المعطيات أن نحدد البعد بين النقطة O والنقطة C. D بهالحالة تساوي L على 2 على اعتبار طول الساق يساوي L. نكتب الشكل العام لنظرية هايجنز بشكل العام، I دلتا O عزم عطالة للساق حول محور دلتا يمر من O يساوي عزم عطاء الساق حول المحور دلتا مرة من C مثل ما ذكرنا مضافة إليه جداء M بمربع البعد بين كل من O و C. هذا البعد D تساوي L على 2. أما I دلتا C كما هو معطى بنص السؤال، I دلتا C يساوي 1/12 M المربع. بالتعويض I دلتا O تساوي 1/12 M المربع زائد M بين قوسين L على 2 للتربيع، بتربيع القوس L مربع على 4، توحيد المقامات نضرب حال الكسر الثاني ب 3، عندئذ 1 زائد 3 بالبسط 4 على 12، تختصر 4 مع 12 بالنهاية I دلتا O تساوي 1 على 3 M المربع. هي بالنسبة لعبارة عزم عطاء الساق حول محور مار من نقطة O تبعد عن C مسافة D اللي هي حسب معطيات المسألة L على 2. أما القيمة العددية بالتعويض العددي بالعبارة المستنتجة أخيرا، 1 على 3 كتلة الساق 1 على 2 كيلوغرام ضرب طول الساق 1 للتربيع 12 على 3 سوى 4، نعيد الفاصلة إلى الناتج، عندئذ I دلتا O تساوي 0.4، مثل ما ذكرنا سابقا واحدة عزم عطاء بالجملة الدولية كيلوغرام متر مربع. مثال ثاني، استنتج عزم عطاء قرص نصف قطره R. هذا القرص يهتز حول محور مار من نقطة على محيطه، المحور أو النقطة تقع على محيط القرص، في حين C مثل ما ذكرنا سابقا في أي جسم متجانس تقع في منتصف هذا الجسم. I دلتا C علما أن I دلتا C للقرص يساوي 1 على 2 من الثوابت تعطى بنص المسألة، 1 على 2 MR مربع، من خلال بعد O اللي هي واقع على المحيط و C اللي هي واقع بمركز القرص فأن D تساوي R. بكتابة الشكل العام لنظرية هايجنز I دلتا O تساوي I دلتا C زائد MD مربع، عوضنا عن I دلتا C ب 1 على 2 MR مربع زائد عوضنا عن D بR زائد MR مربع ب
بتوحيد المقامات وجمع الحدين مع بعض البعض ينتج لدينا انه اي دلتا عزم عطاء القرص حول محور مار من نقطة واقعة على محيط القرص اي دلتا او تساوي 3 على 2 ام ار مربع. هي بالنسبة لعزم عطالة كل من الساق حول محور يمر من طرف الساق او من اي نقطة لا تنطبق على سي، وكذلك بالنسبة لعزم عطالة القرص ايضا حول محور يمر من اي نقطة لا تنطبق على سي، على اعتبار دائما سي تقع في منتصف الجسم على اعتبار انه الجسم متجانس. ننتقل الى التعرف على قانون مهم جدا اللي هو قانون هوك. اذا اخذنا نابض، نابض يتميز بخاصيات مرونة، اثرنا على هذا النابض بقوة ما، شدة هذه القوة ضمن حدود مرونته، ان تغير طول جسم المرن بين قوسين النابض ناسب طردا مع شدة القوة. 2، كلما زادت شدة القوة كلما زاد التغير في طول النابض، سواء كانت قوة تسبب زيادة طول النابض او بالعكس تؤدي الى انضغاط النابض، ان تغير طول النابض سواء بالزيادة او النقصان يتناسب طردا مع شدة القوة المسببة لهذا التغير، نعبر عن قانون هوك بالعلاقة F تساوي K بX، حيث X هي عبارة عن ثابت صلابة النابض، ويقاس في الجملة الدولية أيضا من خلال علاقة ممكن نستنتج قيمة واحدة K، بحيث K من خلال علاقة تساوي F على X، F في الجملة الدولية تقدر بالنيوتن في حين X بالمقام بالمتر. نقلنا M موجودة بالمقام إلى البسط، غيرنا إشارة الأس عند إذن واحدة K نيوتن متر ناقص واحد. F شدة القوة المؤثرة في النابض مثل ما ذكرنا سابقا تقاس بالنيوتن. X هو عبارة عن مقدار التغير في طول النابض ويقاس بالجملة الدولية بواحدة هي عبارة عن المتر. مثل ما ذكرنا يمكن أن تؤثر القوة على النابض وتؤدي إلى زيادة طول النابض، عند إذن تكون X قيمتها أكبر من الصفر، أي إذا استطاع النابض مثل ما ذكرنا X أكبر من الصفر. أما إذا سببت قوة تغير في طول النابض بالنقصان، أي هذه القوة سببت انضغاط حلقات النابض، فإن X عند إذن تكون سالبة. برسم الخط البياني الذي يمثل تغيرات الاستطالة بتغير القوة تجريبيا، أثرنا على النابض بقوى مختلفة، هذه القوى سببت استطالات مختلفة. برسم الخط البياني الذي يمثل تغيرات الاستطالة بتأثير القوة، نحصل على خط مستقيم يمر من المبدأ. ميل هذا المستقيم يمثل الثابت اللي ذكرناه سابقا اللي هو ثابت صلابة النابض، أي أن F على X تساوي إلى K. إذا ضربنا جدار الطرفين بجدار وسطين نعود إلى ونحصل على العلاقة المعبرة عن قانون هوك اللي هي عبارة عن F تساوي K ضرب X. بالنسبة أيضا ملاحظتين حول النوابض وثابت صلابة النابض، ممكن نستعيض عن عدة نوابض بنابض آخر، وعندي حالتين. إذا كان النابضين، إذا أخذنا نابضين فقط، إذا أخذنا نابضين متصلين محورهما متوازيان، محور النابض الأول يوازي محور النابض الثاني، ثابت صلابة النابض الأول K1 ثابت صلابة النابض الثاني K2، ممكن نستعيض عن هذين النابضين بنابض واحد ثابت صلابته K، عبارة عن مجموع ثابتي صلابة كل من النابض الأول والنابض الثاني، أي أن K تساوي K1 زائد K2. أما إذا كان النابضين متصلين لهما المحور نفسه، يعني أخذنا نابض أول وعلقنا بنهاية النابض نابض ثاني، النابض الأول ثابت صلابته K1 والنابض الثاني ثابت صلابته K2، عندئذ ممكن نستعيض عن هذين النابضين بثابت واحد ثابت صلابته، يحسب من خلال علاقة 1 على K تساوي 1 على K1 ثابت صلابة النابض الأول زائد 1 على K2 ثابت صلابة النابض الثاني، في حين عبارة قوة توتر النابض
عندما نؤثر على النابض بقوتين، القوة الأولى تسبب استطالة X1 والقوة الثانية تسبب استطالة X2. W لFS عمل قوة توتر نابض عندما تتغير استطالة النابض من X1 إلى X2. WFS يساوي ناقص نص K ثابت صلابة النابض بين قوسين X2 مربع ناقص X1 مربع. وممكن ندخل إشارة الناقص ضمن القوس عندئذ تؤول العلاقة إلى نص K بين قوسين X1 مربع ناقص X2 مربع. الطاقة الكامل المرونية عندما تتغير استطالة من X1 تساوي صفر إلى X2 تساوي X. الطاقة الكامل المرونية مثل ما مر سابقا EB تساوي ناقص عمل قوة التوتر، ناقص عمل قوة التوتر. إذا عوضنا بالعلاقة السابقة مكان X بواحد، مكان X1 بصفر، مكان X2 بX، عندئذ EB تساوي ناقص WFS يساوي ناقص K X مربع. علاقة مهمة جدا للصف اللاحق اللي هو السادس الثانوي العلمي، نص K X مربع، حيث الطاقة الكاملة المرونية تتناسب طردا مع K اللي هو ثابت صلابة النابض، كما تتناسب طردا مع مربع X، حيث K ذكرنا سابقا انه تمثل ثابت صلابة النابض. قيمة هذا الثابت في الجملة الدولية نيوتن متر ناقص واحد، اما X هو عبارة عن مقدار التغير في طول النابض سواء كان التغير بالزيادة او بالنقصان، اي ان النابض استطال او القوة سببت انضغاط النابض. اذا اخذنا مثال عما سبق، يستطيل النابض مسافة 4 سنتيمتر بتأثير قوة شد، فيختزن طاقة كاملة مرونية مقدارها 2 جول. عندئذ تكون قيمة ثابت صلابة النابض مساوية بتطبيق القانون السابق EB تساوي نص K X مربع، EB تساوي نص K X مربع، عندئذ K تساوي 2 EB على X مربع. بالتعويض وتحويل مقدار الاستطالة اللي هي 4 سنتيمتر إلى الجملة الدولية بضربة 4 بعشرة أس ناقص 2، عندئذ بحساب ثابت صلابة النابض تكون ثابت صلابة النابض عندئذ مساوية إلى 2500 نيوتن متر ناقص واحد. مثال ثاني، نابض مرن معلق شاقولين يحمل كتلة M1، هذه الكتلة تسبب استطالة ولتكن X1، يضاف إليها كتلة M2 فتصبح استطالة النابض ثلاثة أمثال ما كانت عليه. العلاقة بين الكتلتين، الكتلة الأولى فرضا سببت استطالة فرضا 1 سنتيمتر، أضيف لها كتلة ثانية M2 أصبحت الاستطالة 3 أمثال ما كانت عليها. من خلال المثال اللي أعطيناه أنه الكتلة الأولى سببت استطالة 1 سنتيمتر، الكتلة الثانية سببت استطالة 3 أضعاف ما كانت عليه، يعني الكتلة الثانية سببت مع الكتلة الأولى، سبب استطالة 3 سنتيمتر، وبالتالي الكتلتين معا سبب استطالة 3 سنتيمتر، بس الكتلة الأولى سبب استطالة 1 سنتيمتر، استطالة الكلية 3 سنتيمتر، أي أن الكتلة سببت استطالة تساوي 2 سنتيمتر، وبالتالي العلاقة بين الكتلتين هي M2 تساوي 2 M1، وبالتالي مجموع الكتلتين M1 زائد M2 بيطلع معي 3 M1، وبالتالي تسبب مجموع الكتلتين استطالة تساوي 3 سنتيمتر، أي 3 أضعاف الاستطالة التي سببتها الكتلة الأولى اللي بمفردها. إذا انتقلنا إلى الأفعال المتبادلة في حقل الجاذبية، وذكرنا حقل الجاذبية الأرضية متولد عن الأرض على ارتفاع عطش من سطح الأرض. حقل الجاذبية على ارتفاع عطش من سطح الأرض يساوي جي صفر اللي هي الجاذبية الأرضية على سطح الأرض ضرب R صفر للتربيع على R صفر زائد عطش للتربيع. R صفر هي عبارة عن نصف قطر الأرض يساوي 6400 كيلومتر،
في حين أتش هو عبارة عن ارتفاع النقطة أو الجسم عن سطح الأرض. عندئذ يمكن أن نستعيد عن R صفر زائد أتش بD اللي هو بعد النقطة عن مركز الأرض، أو بالشكل التالي R صفر زائد أتش، بحيث R صفر هو عبارة عن نصف قطر الأرض، أما أتش هو ارتفاع نقطة أو جسم عن سطح الأرض. إذا أخذنا مثال جسم على ارتفاع أتش يساوي R صفر، عندما نرتفع عن سطح الأرض 3 أمثال نصف قطر الأرض، يعني نرتفع عن سطح الأرض 3 أمثال نصف قطر الأرض، أي أن أتش تساوي 3R0. أتش تساوي 3R0. نعوض بالعلاقة السابقة مكان أتش ب 3R0 عن أتش بالعلاقة هذه 3R0. R0 زائد 3R0 4R0 للتربيع 16R0 مربع. R0 مربع مع R0 مربع يختصروا مع بعض، عندئذ تصبح جي اتش يساوي جي صفر على 16. هاي بالنسبة لحقل الجاذبية على ارتفاع اتش من سطح الارض. في حين القمر الصناعي عندما يدور وفق مسار دائري، ار نصف قطر الارض جي صفر الجاذبية على سطح الارض، سرعة القمر الصناعي على ارتفاع دي من مركز الارض، ودي مثل ما ذكرنا سابقا هي عبارة عن R صفر زائد أتش، دي نصف قطر المسار الذي يرسمه القمر أثناء دورانه حول الأرض. منلاحظ من خلال علاقة بيتا تناسب عكسا مع الجذر التربيعي لدي، أي كلما ارتفع القمر عن سطح الأرض كلما نقصت سرعته الخطية. في حين يعطى دور القمر اللي هو الزمن اللازم لإنجاز القمر دورة واحدة حول الأرض TS بالعلاقة 2 ب دي اللي هي مثل ما ذكرنا R صفر زائد أتش، أو دي نصف قطر المسار الذي يرسمه القمر أثناء دورانه حول الأرض على V السرعة الخطية التي يدور بها القمر حول سطح الأرض. في حين إذا عوضنا عن V ب دلالة السرعة الزاوية، عندئذ تصبح تي اس يساوي 2 بي دي، في هي عبارة عن اوميجا في ار، وار هي البعد عن مركز الارض عوضنا عنه بدي، دي مع دي بيروحوا مع بعضهم، عندئذ تي اس يساوي 2 بي على اوميجا، بحيث اوميجا هي السرعة الزاوية التي يدور بها القمر حول الارض. السرعة الحدية لسقوط جسم، اذا تركنا جسم يسقط في الهواء، مثال حركة مظلي يسقط من الطائرة بدون سرعة بدائية، عندئذ في لحظة ما يبلغ الجسم سرعة معينة، هذه السرعة اللي تسمى السرعة الحدية لسقوط جسم في الهواء، وهي أكبر سرعة يمكن أن يصل إليها الجسم. تستنتج هذه السرعة وتعطى بعلاقة VT تساوي 2 جذر التربيعي 2 MG على K ضرب رو ضرب S، حيث المقاومة التي يتعرض لها الجسم الذي يسقط في الهواء هي عبارة عن مقاومة الهواء، وتعطى بالعلاقة F تساوي نص K. K هو عبارة عن ثابت تتوقف قيمته على شكل الجسم 2 لجعل المقاومة أصغر ما يمكن. يمكن أن نجعل شكل الجسم انسيابي وبالتالي تتناقص قيمة K. رو 2 رو الكتلة الحجمية للهواء، S السطح الظاهري، V الجسم، ومقاومة الهواء تتناسب طردا مع كل من K ورو S مربع سرعة. تتعلق قيمة السرعة الحدية إذا أخذنا حالة خاصة، إذا كان الجسم عبارة عن كرة نصف قطرها R وكتلتها الحجمية رو S، فإن قيمة السرعة الحدية تتناسب طردا مع جذر التربيع للكتلة الحجمية كما تتناسب طردا مع جذر التربيع لنصف قطر الكرة. يعني إذا زادت الكتلة الحجمية، أخذنا كرتين، الكرة الأولى كتلتها الحجمية رو اس واحد، الكرة الثانية كتلتها الحجمية رو اس اثنين تساوي 4 رو اس واحد، بأنه السرعة تتناسب طردا مع جذر التربيع للكتلة الحجمية،
بأنه الكتلة الحجمية ازدادت بمقدار 4 أضعاف، فأن السرعة تزداد بمقدار جذر التربيع للتغير الذي طرأ على الكتلة الحجمية، أي أن السرعة تزداد بمقدار 2 أضعاف. أيضا والعكس صحيح، إذا زاد السرعة بمقدار 2 أضعاف فأن الكتلة الحجمية تزداد بمقدار 4 أضعاف. وكذلك علاقة السرعة مع نصف قطر، فالسرعة تتناسب أيضا مع نصف القطر مع وطبعا طردا مع الجذر التربيعي. أي إذا أخذنا كرتين، الكرة الأولى قطرة نصف قطرة R1، الكرة الثانية R2 تساوي نصف 2R1، نصف قطر ازداد بمقدار ضعف، عندئذ السرعة الحدية تزداد بمقدار الجذر التربيعي للتغير الذي طرأ على نصف قطر، أي أن السرعة الحدية تزداد بمقدار جذر 2، بأنه نصف قطر ازداد بمقدار 2 وبيتا تناسب طردا مع الجذر التربيعي لR، عندئذ السرعة تزداد بمقدار جذر 2. إلى اللقاء في جلسة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.